هذا اللي اختر اليوم. اليوم الارهابي في المجلس التاسيسي موجود. هناك تقاطعات ما بين الارهاب وناس حتى في الحكم نعرفوها. نحن نخوض حالة حرب، والحرب عندها قوانينها، مش قوانين سلم. في حالة السلم عنده قانون، حالة الحرب عندها قانون. نحن في حالة حرب. الناس هذوما أعداء تونس، الناس هذوما هم اللي يحبوا يقتلوا تونس. ولن يطأوا أرض تونس، ولن يشتموا هواء تونس، ولن يأكلوا من نعم تونس. فما سيودة في تونس، فما أحرار في تونس، فما حراير في تونس، هم اللي ربونا على الشيء هذا. ماناش باش نخليوهم، وباش نقفولهم كي الشوكة في حلوقهم. هناك خطر آخر. نحن رصدنا مجموعة من الانتدابات في الوظيفة العمومية تشكل خطر علينا. في المحاكم هناك إرهابيين بعنوان كتبة، وراهم يتابعوا ويرصدوا في تحركات القضاة. ينجم غدوة يفجر محكمة بقضاتها. هذوما الناس يسهلوا التهديد للقاضي. شكون اللي يقول للإرهابيين راهو القاضي يخرج في الساعة الفلانية ويستعمل السيارة الفلانية ويمشي له يهدوا مباشرة؟ هو اللي موجود في المحكمة. وين أنا من الملفات شكون اللي نجم يخرجهم من قاعة المحكمة ونلقاهم من برا عند الإرهابي باش يعرف الاستجوابات كيفاش تمت والتصريحات والاعترافات كيفاش تمت؟ يا المحامي نعرفوه، يا اللي في الكاتب هو اللي يخرج. هذا التيران، هذه البطحة شتعتي، هذا الأمن اللي نجم يخرج اليوم. وأخطر من هذا، نعطيكم مثالا. في قطاع التعليم أكثر من 50% من التعيينات اللي تمت من مجموع 208 تمت في قطاع التعليم. هذوما اللي باش يربيوا أولادنا وباش يقريوهم. ورصدنا معلمين، رصدنا معلمين يفرق ما بين التلامذة في وسط القسم، البنات وحدهم والولاد وحدهم. هذا هي جملة من الحقائق اللي احنا نقولوا عدم التشبع بالأمن القومي. يلزم الكلنا نتشبع بالأمن القومي، مش كان الأمني ولا العسكري. هذوما ناس ما يؤمنوش بالضرب بتاعنا، ما يؤمنوش بمعنى الدولة التونسية أو الأمة التونسية. هذوما ناس عندهم ضرب آخر، عندهم دولة أخرى، وعندهم ولاء آخر. يلزم التعامل معهم يكون بطريقة أخرى. هذه مقتطفات من مداخلة صاحبي جويني اللي عنده معطيات كثيرة ومفصلة.